أولي ظهور الله مع فريق شباب الريف الحسيم الذي خطف النقطة الثمينة جدا وهي بمثابة الفوز، أليس كذلك؟ أولا سنة سعيدة لكل المغاربي والإعلاميين وكل المسلمين في بقاع العالم. وثانيا أول خسارة في هذه المباراة هي عدم حضور الجماهير، لأنك كنت من الجماهير ديال الوداد تكون في المدرجات، كانت غادي يكون عرس آخر. بالنسبة للنقطة هي نقطة من ذهب في ظل الغيابات وزينة عن شباب الريف، كان الغنجاوي صابر لاعب كالهلالي ومجموعة من الأمور، فأعتقد لأنها نقطة إيجابية خاصة أمام فريق الوداد. فريق الوداد اللي لعب شوط أول جيد، خاصة في النصف الأول ضيع مجموعة من الكرات لأن كانوا لاعبين باغيين يربحوا النزالات. كان اللاعبين خاصة الشوط الثاني دخلوا تكتيكيا في المباراة. نقطة واحدة هي نقطة من ذهب، هنيئا شباب الريف الحسيمي وحظ أوفر لفريق الوداد اللي كيستاهل أحسن من هذا الشيء وكان يقدر في أي لحظة ياخذ المباراة. فؤاد صحابي، تكلمتي على عدم حضور او تاسفتي على عدم حضور الجماهير الى مركب محمد الخامس، ربما احنا كنعرفوا الاطار اللي تحرمت منه او اللي تعاقبت فيه الجماهير او انصار فريق الوداد، لكن ربما هو حضور او حضور الجماهير وسيف ذو حد ربما خدم مصالحكم اكثر ما يخدم مصالح فريق الوداد. بالعكس انا كنت نوران سعيد نشوف الجمهور الوداد في المدرجات، لان هنا جيت مع الواف ولا جيت مع شباب قسطلاده وتعادلنا، ولكن كان الجمهور، فاليوم الجمهور كان غيعطي حماس للمباراه. نتمنى ان الجمهور يرجع بسرعه، لان الجمهور وراء الوداد هو اللاعب 12 كيكونوا محفزين، ونتمنى الوداد والرجاء وفرق اخرى انها ترجع للقوه ديالها باش تكون بطوله قويه وبطوله فيها المنافسه. شكرا فؤاد الصحابي ومسيره موفقه رفقه شباب الريف.